صباح الخير دفعة وتين بتوقيت سنابل الخير، إن شاء الله تكونوا تمام وإن شاء الله تكون دراستكم كمان تمام على طول يا رب. الفاينل قرب وإحنا لازم نجهز حالنا منيح وندرس أول بأول وما نراكم وما نتوتر وندرس دراسة صحيحة. بالتكرار إن شاء الله بتتثبت المعلومة وبتصير أموركم تمام. اليوم إن شاء الله رح أشرح لكم المحاضرة الأخيرة من الليبيدز اللي هي البايل أسيتس، محاضرة خفيفة لطيفة فيها شوية بس تركات لكن أغلبها أشياء يعني فهم بسيطة والحفظ فيها كمان كتير كتير بسيط، وإنتوا إن شاء الله رح تكونوا مبدعين وتنجزوا وتجيبوا علامات عالية وكل شيء كل شيء ماشي. فنقول بسم الله ونبلش. أول إشي شو يعني بايل أسيدز؟ اللي من أول المحاضرات اللي فاتوا إحنا بنحكي من الأشياء اللي رح نعملها من الكوليسترول هي البايل أسيدز. البايل أسيدز هي عبارة عن هيدروكسيلات ستيرويد. تتذكر الستيرويد اللي أخذناها في المحاضرة الماضية وحكينا كيف هي فيها ستيرويد رينج وعندها OH جروب على كاربون نمبر 3؟ هاي نفس الإشي، بجيب ستيرويد بعمل له هيدروكسيليشن، يعني بضيف عليه هيدروكسيل جروب بغض النظر عن العدد، بصير عندي بايل أسيد، معناته البريكارسر تاعه رح يكون إيش؟ كوليسترول. وين بصير تصنيع البايل أسيد؟ في الليفر from كوليسترول، زي ما حكينا البريكارسر أو اللبنة الأساسية للبايل أسيد هو الكوليسترول. البيروكسيزومال إنزيمز assist in the hepatic biosynthesis of bile acids. ركزوا فيها هاي شوي. هلأ إحنا بنعرف إنه كل التفاعلات الميتابوليك في الجسم تحتاج لإنزيم عشان يحفزها ويساعد على القيام فيها. عملية تكوين البايل أسيد في الليفر من الكوليسترول بيساعد فيها مجموعة إنزيمات اسمها البيروكسيزومال بيروكسيزومال إنزيم. لا تخافوا ما رح تحفظوا أسماه لأنه أسماهن أطول من حياتي. تمام. هيباتيك من هيبات اللي هي الليفر سيل اسمهم هيباتوسايت. بايوسينثيسيس شو يعني بايوسينثيسيس؟ عملية تكوين ماكرو موليكيول أو كومبليكيتد موليكيول، أو إني أجمع أشياء صغيرة وأعمل منها إشي كبير ومعقد في الجسم عشان أستخدمه لوظيفة معينة. فيعني بجيب كوليسترول وبعمل له هيدروكسيليشن، بعمل له كونجيكيشن، بعمل له سالتيفيكيشن، وبجيب إنزيمات. بالنهاية ببلش في إشي بسيط وبنتهي في إشي كبير ومعقد أكثر من القبل. معقد يعني ضفت عليه كثير أشياء. لما كل ما كان المركب في الجسم مكون من أكثر من مجموعة وظيفية، يعني بروتين على كربوهيدرات على ليبيد على أملاح على دهون، هذا بيكون كل ما كان معقد أكثر. فهاي هي عملية البيوسينثيسيس، بتصير وين؟ في الليفر. إني أنا أجمع أشياء صغيرة وأكون منها مركب كبير معقد يقوم عندي بوظيفة معينة. تمام؟ فهاي هي البايل سولت يا أحبائي، عملية إني أعمل هيدروكسيليشن في الستيرويد، أضيف عليها على الستيرويد هيدروكسيل جروب. هاي العملية بتصير في الليفر، والبريكيرسور أو النقطة اللي ببلش من عندها هي الكوليسترول زي ما أخذنا بمحاضرات الكوليسترول. الإنزيمات اللي رح تساعدني في كل هاي العمليات اسمهم البيروكسيزومال إنزيمز، وهي مجموعة كثير كبيرة، وفي كل عملية رح أحتاج إنزيم محدد، ولا تخافوا ما رح تحفظوها. وهاي العملية زي ما حكينا بتصير في الليفر واسمها بايوسينثيسيس. وين بلاقي البايل أسيد؟ رح ألاقيه في النباتات؟ لا طبعاً، رح ألاقيه predominantly in the bile of mammals اللي هم الثدييات and other vertebrates اللي هم الفقاريات. تمام، يعني كل الفقاريات رح ألاقي عندهم البايل أسيد. diverse bile acid are synthesized in the liver، معناته أنا ما عندي نوع واحد من البايل أسيد، عندي أنواع مختلفة من البايل أسيد، لكن الإشي المشترك بيناتهم إنهم كلهم بتصنعوا في الليفر، والإشي المشترك بيناتهم إنهم كلهم ببلشوا من الكوليسترول، لكن بضيف إشي بحط إشي بشيل إشي هو اللي بيختلف. هلا نتفق على شغلة. أنا لما أحكي conjugation يعني بدي أعطي للبايل أسيد رفيق. الرفيق هذا رح يكون حمض أميني، واحد من اثنين، يا تورين يا جلايسين. فلما أحكي لك conjugated bile acid رح أعرف إنه هذا bile acid مربوط معه يا تورين يا جلايسين. تمام. المصطلح الثاني اللي هو bile salt. طب شو بفرق bile salt عن bile acid؟ إشي بسيط، إني أنا جبت bile acid حطيت عليه كاتيون يا بوتاسيوم
يا صوديوم، صار اسمه بايل سولت. قال طب ماشي، انا جبت بايل سولت وحطيت، بقدر احط عليه تورين وجلايسين؟ نعم بقدر احط عليه تورين وجلايسين. شو بصير اسمه؟ بصير اسمه كونجوجيتد بايل سولت. هلا كمان بالتفاصيل رح نعرفها بالمحاضرات، بس انه خلي كمقدمه، هي خليها عندكم. اذا انا البايل اسيد بقدر اعمل عليه تعديلات، بقدر اعمل له كونجوجيشن عن طريق اني اضيف ريزيدس من التايرين تورين او جلايسين، واحد منهم فقط، او اني اضيف انايونز. انايونز اللي هي الايونات الموجبه، بصير اسمهم بايل سولت. بايل اسيد ما عليها ولا اشي، كونجوجيتد بايل اسيد معاها تورين او جلايسين، بايل سولت معاها انايونز بوتاسيوم او صوديوم. كونجوجيتد بايل سولت معاها شغلتين، تورين وواحد من الانايونز، يا بوتاسيوم يا صوديوم، والتفاصيل رح نعرفها بالمحاضره. طيب بايل اسيدز للمره الالف occurs in the liver cells اللي هم الهيباتوسايت which synthesize the primary bile acid. لما حكى لي primary معناته أنا عندي secondary. نعم عندي secondary، وهلا رح نعرف الفرق بيناتهم. ال primary bile acid هم الكوليك acid، هلا رح نعرف ال structure تاعه، وال chinodeoxycholic acid. هذول هم ال primary اللي رح أصنعهم مباشرة من الكوليسترول. يعني لما أعمل hydroxylation للكوليسترول بيطلع معايا كوليك acid و chinodeoxycholic acid. الفرق بيناتهم هو مواقع الهيدروكسيل جروب وعددهم بس، يعني هذول برايمري. هلا انا لما بدي احصل على السكندري راح يكون تعديلي على واحد من هذول، على التشينودوكسي اسيد وعلى الكوليك اسيد. اذا بعملهم مثلا هيدروكسيليشن، بشيل جروب، بحط جروب، بعمل روابط، بكسر روابط، اللي راح ينتج عندي بسميه سكندري باي اسيد. والإنزيم المسؤول عن عملية synthesize primary bile acid from cholesterol هم cytochrome P450، وهذا أشهر إنزيم في عمليات biosynthesis في الليفر. Mediated oxidation of cholesterol in multi-step process. إيش بيعمل هذا الإنزيم؟ بيعمل oxidation للكوليسترول اللي هو البريكيرسور تاع البايل أسيد. تمام، في مالتي ستيب بروسيس. شو يعني مالتي ستيب بروسيس؟ يعني هي عملية كثير طويلة وعبارة عن خطوات. يعني أنا مش دغري وإني ماسك الكوليسترول وعمل له أكسيديشن بطلع معاي برايمري بايل أسيد أو كوليك أسيد أو تشينودوكسي كوليك أسيد. لا، هي ستيبس. يعني بالمرة الأولى بعمل هيدروكسيليشن لهاي النقطة، بالمرة الثانية رح أعمل كذا كذا. تمام، فهاي العملية المسؤول عنها السيتوكروم P450، وهو مجموعة إنزيمات مهمة في عمليات البيوسينثيسيس in the liver، وبتعمل لي oxidation للكوليسترول in multi-step process to finally end with primary bile acids. هلا approximately 60 milligram of bile salts are synthesized daily to replace bile acid lost in feces. هلا احنا اخذنا انه البايل اسيد اللي بصنعه إشي بستخدمه عشان عملية الabsorption of the fat في الانتستين، والباقي الزيادة وين بروح؟ بطلع بالفيسز بالبراز، يعني بتخلص منه الجسم. طيب أنا إذا تخلصت منه بدي أعوضه، صح؟ كيف بعمله؟ بعوضه إني بصنع bile acids، bile salts عفوا. تمام، ف 600 جرام بحكي لي من البايل سولتس بصنعها يوميا عشان اعوض البايل اسيد اللي صار له لوست في الفيسز من الجسم. اوكي، اظن الفقره هيك صارت واضحه وحفظها بسيط، وهلا مع التفصيل بصير اسهل. تمام، هلا بدنا نعمل كلاسيفيكيشن للبايل اسيدز والبايل سولتس. تمام، اذا هلا رح نعمل كلاسيفيكيشن للبايل اسيد والبايل سولت. لا، رح نقسمهم اما برايمري وسكندري. البرايمري بصنعهم دايركتلي من الكوليسترول، او يعني لما اجيب الكوليسترول اعمل له بايوسينثيسيس في الليفر، النواتج اللي رح يطلع عندي رح اسميهم برايمري بايل اسيد، يعني بايل اسيد الاساسيات. السكندري رح اخذهم مش من الكوليسترول، من البايل اسيد، من البرايمري بايل اسيد نفسهم. يعني بعمل لهم موديفيكيشن ثاني بعد ما عملتهم على الكوليسترول، بيطلع عندي بايل اسيدز متطوره اكثر او معدله، يعني نحكي
مش معدل يعني شاطرة، لا معدل يعني معمولها modification، بسميها secondary bile salt. هلا رح اسمي او بقسمهم conjugation و non-conjugation، وحكيت لكم اللي بحد المسؤول عن عملية الconjugation او اللي رح اضيفه في عملية الconjugation هم ريزيدس اما تورين او الجلايسين، هم امينو اسيد. تمام. وبهاي النقطة قل لي من تخالل أقول لك من أنت. معاك يا باي الأسد تورين، بسميك على اسم التورين، بحط تورين باسمك. معاك جلايسين، بحط جلايسين باسمك لأنه صاحبك. خلص الواحد اسمه على اسم صاحبه واسم صاحبه على اسمه. تمام، هاي حتى قاعدة بالحياة خدوها يعني. قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. أوكي. هلأ البايل سولت حكينا اتفقنا من البداية إنه البايل سولت رح أضيف فيهم أنيون يعني إشي موجب إما صوديوم الان A بلس أو بوتاسيوم. مجرد إني ضفت صوديوم أو بوتاسيوم بصير الاسم البايل أسد لبايل سولت، وحكينا الجسم بصنع البايل سولت عشان يعوض البايل أسد اللي بصير له إكسكريشن في الفيسز. طيب هلا نحكي عن البايل أسد ستركتشرز. البايل سولت constitute a large family of molecule composed of steroid structure. تتذكروا الستيرويد ستراكشر ايش حكينا اهم اشي فيها؟ الستيرويد نيوكليوس، احسنتم، اللي هي عبارة عن 4 رينجز الـ A B C، خلص هيك اربعة، لا دي في كمان A B C D. تمام، وكل حلقة بميزها اشي. هذا هو الستيرويد ستراكشر، وبما انه البايل اسد هي جزء من الستيرويدات فرح اكيد رح يلازم يكون عندهم الستيرويد نيوكليوس اللي هي 4 رينجز حكينا. سايد تشين تيرمينيتنج ان ا كاربوكسيليك اسيد، اذا رح الاقي جنب الستيرويد نيوكليوس في كاربوكسيليك اسيد شابك على الطرف. And the presence of different number of hydroxyl group. تتذكروا أول محاضرة لما حكينا رح يصير hydroxylation، وحكيت لكم الفرق بيناتهم رح يكون أماكن وعدد الهيدروكسيل جروب، لكن mainly كلهم رح يكون عندهم hydroxyl group. ولازم نعرف أنا لما أعمل hydroxylation لمركب وأحط فيه hydroxyl group أنا قاعد بعطيه صفة الهيدروفيلك، لأنه رح يكون قادر على إنه يعمل روابط مع الماء بفضل الهيدروكسيل جروب اللي أنا أعطيته إياها. تمام، بالتالي إذا كان هو أصلاً مش هيدروفيلك يعني بيكره الماء وأنا أعطيته هذا الهيدروكسيل جروب رح يصير اسمه أمفيباثيك، لأنه هو عنده خاصية إنه بذوب في الدهون من البداية، وأنا أضفت له جزيء هيدروكسيل جروب بالتالي صار عنده جزء كمان هيدروفيلك، فهو رح يكون أمفيباثيك، بذوب جزء بالدهون وجزء بالمي، وهيخلوها في بالكم. طيب هلا بحكي لي في اشي مشترك انه كل البايل اسيد عندهم 3 هيدروكسيل جروب، مين يحكي لي من اجت هاي؟ احسنت يا فلان، لانه احنا حكينا انه الكوليسترول اللي بيميزه انه عنده على الكربون نمبر 3 هيدروكسيل جروب. تمام، طبعا انا جبت الكوليسترول وعملت له موديفيكيشن بس ما غيرت في الستركتشر الاساسي، يعني زي ما نحكي الباك بون الكوليسترول ما غيرت فيه، انا بس عدلت على الاشياء الثانيه. فهاي ال 3 هيدروكسيل جروب رح الاقيها موجوده في كل البايل اسيد سواء برايمري سيكندري كونجوجيتد او نون كونجوجيتد او البايل سولت. ليش؟ لانها ديرايفد فروم ذا بيرنت موليكيول اللي هو الاب الاصل الكوليسترول. تمام، طيب بحكي لي انه البايل اسيد اند سولتس ار بولر ديريفاتيفز اوف كوليسترول. شو يعني بولر؟ يعني قطبيه. ليش قطبيه حكينا؟ لان انا عملت لهم هيدروكسيليشن، يعني انا زدت قطبيتهم، زدت الهيدروفيلك بارت اوف ذا بايل اسيدز او بايل سولتس. سو بايل اسيدز ار امفيباثيك زي ما حكيت لكم فوق، هم اصلا كانوا كوليسترول والكوليسترول ما عنده غير هيدروكسيل جروب وحده، فهو نوعا ما كهيدروفيلك هو ضعيف لأنه ما عنده غير جروب واحدة، لكن أنا جيت عملت له كمان ضفت له هيدروكسيليشن زدت البولاريتي تاعته، زدت القطبية تاعته، لهيك صار هو مور أمفيباثيك. فلما تسألك الدكتورة أو الدكتور يحكي لك which one of the of these structures are most hydrophilic. تمام، مش شرط انه يكون هو كومبليتلي هيدروفيلك، لكن لما يكون هو امفيباثيك معناته فيه جزئيه الهيدروفيلك. فانا اذا شفت في الخيارات البايل اسيد او البايل سولت او واحد من اسمائهم وشفت الكوليسترول اكيد رح اختار البايل اسيد لانه هو هيدروفيلك اكثر من الكوليسترول. تمام، لاني انا كاني مسكت الكوليسترول وزدت القطبيه تاعته وزدت قابليته للذوبان في المي. تمام. طيب هاي هنا عملية البايوسينثيسيس اوف بايل اسيد، انا جبت الكوليسترول ووصلته للليفر.
رح يصير عندي أربع تفاعلات، four changes. شوفوا هان، ركزوا، هذا الكوليسترول، هاي الستيرويد رينج، واحد A B C D، وهاي الأروماتيك رينج، وسبعة وعشرين، هاي 24 25 26 27 كربونك. احنا اتفقنا ان الكوليسترول عبارة عن 27 كربونة، وعنده على الكربون نمبر 3 OH. وركزوا لي على شكل الـ OH، الكونفيجوريشن تاعتها. المحاضرة الماضية اتفقنا انها بيتا، لانها ايش جاية above او ضمن او خارج البلين، تمام؟ لانه هلا كمان رح نعدل عليها. شايفين هاي النقاط الفارقه؟ طبعا. وحكينا انه في عندي دبل بوند بين كربون نمبر 5 وكربون نمبر 6، تمام. هلا هاي النقاط الفارقه هون انا رح اعدل. وشوفوا الدكتور حط لكم رقم 7 ورقم 12 باللون الاحمر، معناته رح يصير عليهم موديفيكيشن. رقم 4 رح يصير عليها موديفيكيشن، تمام. رقم 24 عفوا. فاول اشي رح يصير عندي هيدروكسيليشن رياكشن. لما احكي هيدروكسيليشن it means adding of hydroxylic groups on the molecule. طيب هل عملية الهيدروكسيليشن ستتم بشكل عشوائي؟ لا يا احبائي، كل مرة رح تكون شكل، وبكل مرة انا رح اسمي المركب شكل. شايفين الار؟ شايفين الرقم 12 ورقم 7؟ هون انا ممكن اضيف الهيدروكسيل جروب، تمام. اذا ضفتها، شايفين ال 12 حاط لي اياها ار شحطه، و7 حاط لي اياها ار شحطتين، يعني انه هاي مختلفه عنها. في حال انا حطيت، ركزوا هون منيح 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 منيح، اذا فهمتوها هاي خلص بتمشي المحاضره. اذا حطيت عند كربون رقم 12 اتش وعند كربون رقم 7 او اتش، تمام، بيصير اسمه تشينو دي اوكسيكوليك اسيد، وهو برايمري بايل اسيد، تمام. هنا H على الكبير و OH على الصغير، تمام، سميته تشينو دي أوكسي كوليك أسد. طب إذا العكس، حطيت هنا OH على 12 و H على 7، شو بصير اسمه؟ دي أوكسي كوليك أسد، دي أوكسي كوليك أسد. طيب إذا حطيت عليهم الثنتين OH، شو بصير اسمهم؟ كوليك أسد. طيب أنا لو سألتكم سؤال يا أحبائي، which one of the three is the most hydrophilic؟ مين أكثر واحد فيهم رح يكون amphipathic أو hydrophilic؟ أكيد الكوليك أسد، برافو. ليه؟ لأني أنا حطيت له two hydroxyl group، فممكن هاي نربطها، تمام. نحكي إنه الكوليك أسد هو أشطر واحد فيهم، هو the most hydrophilic لأنه عنده two hydroxyl group. طب وين مواقعهم؟ سهلة، ما أنا ما رح أضيف إلا يا على كربون نمبر 7 أو كربون نمبر 12. وبما إنه عنده two hydroxyl group، معناته عنده على كربون رقم 7 OH وعلى كربون رقم 12 OH. طيب مين بعدي؟ بعدي التشينو دي أوكسي كوليك أسد والدي أوكسي كوليك أسد متساويات، لأنهم لأن ضفت لهم OH جروب واحدة على واحدة من الكربونات، إما على كربون رقم 7 وإما على الكربون رقم 12. طيب الدي أوكسي كوليك أسد وين ضفت له إياها؟ ضفت له إياها على كربون رقم 12. بتعرفوا هلا هي دي اوكسي معناها اني عملت لها شلت اكسجين وهيك، مش مهم. دي معناها معناها 12. لا هي هون مش استخدامها 12، بس باليوناني شو اسمه ديو او دي معناها 12. انتوا احفظوها هيك انه الدي اوكسي كوليك اسيد عنده او اتش على كربون لا عفوا خربطت انا هون صح، هيها الار شحطه، هيها على كربون رقم 12 عنده الاو اتش جروب. هذا الطويل تشينو دي اوكسيكوليك اسيد هو كثير طويل، انا ضفت الاو اتش على كربون نمبر 7. كيف تحفظوها هاي؟ تشي 3 ونود 4، تشينود 7، معناته هو الاو اتش جروب عنده على كربون رقم 7، او احفظوها بالطريقه اللي بتحبوها. يعني هاي هذا كلياته، مش كلهم بيصيروا، لا، اما هاي بعطينا تشينو دي اوكسيكوليك اسيد على كربون رقم 7 او اتش جروب، او هاي بعطينا تو او اتش جروب على كربون رقم 7 ورقم 12 بصير اسمه كوليك اسيد، هو الموست هيدروفيلك فيهم، او هاي بحط او اتش على كربون رقم 12 بيطلع عندي دي اوكسيكوليك اسيد اللي هو نفس
التشينو دي اوكسيكوليك اسيد ضفت له هيدروكسيل جروب واحده، معناته لو رتبتهم من حيث البولاريتي راح الاقي الكوليك اسيد هو الموست بولر، بعديهم بعديه راح يجي اثنين متساويات في البولاريتي اللي هم التشينو دي اوكسيكوليك اسيد والدي اوكسيكوليك اسيد، واخر إشي راح يطلع معاي الكوليسترول. طب وفي تحتيهم كمان في تحتيهم الكوليستر استر اللي هو اصلا مش هيدروفيلك لانه هو كومبليتلي هيدروفوبيك وما عنده استعداد يتفاعل مع الماء نهائيا، لا هو ولا الترايجليسيرول. تمام، هاي حطوها في بالكم، يعني ممكن يجي عليها سؤال. هذا بالنسبة للهيدروكسيليشن رياكشن. خليني أغير لكم اللون عشان نشوف الرياكشن الثاني. الرياكشن الثاني عبارة عن epimerization of 3 beta hydroxyl group. تتذكروا هون لما حكينا لكم إنه الconfiguration في الكوليسترول للOH هي بيتا، بيتا يعني هي above the plane أو طالعة من البلين. تمام، هلأ جيت أنا قلبتها، شوف أنا كيف غامقة غامقة يعني برا، جيت أنا غيرت الكونفيجوريشن تاعها، مسكت الـ OH ولفيتها 180 درجة ودخلتها. هاي لما يحط لي خط متقطع معناته هي لجوة. تمام، فأنا غيرت الكونفيجوريشن، عملت لها epimerization يعني غيرت في طريقة ارتباط الـ OH group في البايل أسيد. تمام، فهذا التغير الثاني. احنا حكينا أربع تغيرات. saturation of double bond، شوفوا هنا كان في عندي double bond between carbon number 5 و carbon number 6، كنت أحكي number 5. هنا شوفوا صار عندي saturation، اختفت الـ double bond. تمام، معناته مين أقوى، البايل أسيد ولا الكوليسترول؟ لا أكيد البايل أسيد أقوى لأنه هو completely saturated، لأنه الدبل بوند تضعف المركب، تضعفه مش إنه بصير إنه ضعيف من مرة وخيخة، لا إنه لو جيت مثلاً أذوب الكوليسترول ولا أذوب البايل أسيد، البايل أسيد رح يحتاج حرارة أقوى، رح أتغلب وأنا بكسر روابطه أكثر لأنه هو عنده single bond، بينما الدبل بوند اللي هي رح تكون باي بوند رح تكون ضعيفة. ما لكم دخل في التفاصيل هاي، ينسي إنه حكيتها. المهم فهاي التغير الثاني. إذا هاي التغير الأول إني حطيت هيدروكسيل جروب إما هون وإما هون. التغير الثاني إني مسكت الـ OH دخلتها، قلت لها خلاص بكفيك إلك زمان طالعة برا، أنا بدي أضبك، ضبيتك جوا البلين، صار اسمها هذا التفاعل اسمه epimerization. بعدين مسكت الدبل بوند وعملت لها saturation، يعني بكون ضفت هنا H وهنا H، بحيث إنه هاي صارت بدل ما تكون CH صارت CH2 وهاي صارت CH2، فصار هاي saturated وهاي saturated. رقم أربعة side chain. تذكروا إحنا حكينا الكوليسترول هو عبارة عن 27 كربونة، يعني هنا CH2 وهنا CH3 وهنا CH3. طب أنا هنا مش شايف إنهم 27، أنا شايفهم 24 بس. شو اللي عملته؟ مسكت هذول الثلاثة كربونات، عملت لهم termination يعني طلعتهم أو cleavage، كسرتهم من المركب. تمام، وعملت oxidation. طيب ركزوا لي هون، هلا هاي الست كربون رقم 24 هي عبارة عن CH2، طيب رابطة في CH2 و CH3 و CH3. تمام، مسكت هاي CH2 و CH3 و CH3 وعملت لهم كليفج، قلت لهم اطلعوا من المركب، صفت عندي CH2. ممنوع CH2 هاي ظلها تيرمينال لأنها هي مش مكتملة. تمام، فروحت عملت لها ايش؟ أوكسيديشن. أوكسيديشن يعني عمل حطيت عليها أكسجين. تمام، عملت لها أكسيديشن، ضفت أو وضفت أو أتش كمان، فكأني عملت كاربوكسيليشن أصلا، ضفت صار التيرمينال عبارة عن كاربوكسيل جروب. مش مهم التفاصيل وإنه كيف صارت وشو الإنزيم وهذا، لأنه اللي بيهمني تعرفوا إنه الأربع تغيرات. إذا كان عندي كوليسترول عنده 27 كربونة وعنده دبل بوند بتوين كاربون نمبر 5 وكاربون نمبر 6 وعنده هيدروكسيل جروب على كاربون نمبر 3 شكلها بي كونفيجريشن، احنا ما راح نشيلها، احنا راح نغير طريقه تركيبها. وعنده شو كمان، دبل بوند حكينا و27 كربونه او اتش جروب وبس. تمام، هلا مسكت هذا الكوليسترول قلبته قلابه، اول اشي عملت له هيدروكسيليشن، حطيت هيدروكسيل جروب، والهيدروكسيل جروب راح اما على كاربون 7 او كاربون 12 أو كربون 7 و12
أو كربون 12 أو كربون 7، تمام؟ فكل مرة نتج عندي إيش، لما حطيت 2 هيدروكسيل جروب حطيت الأب تبعهم هذا اللي أكثر واحد هيدروفيلك طلع عندي كوليك أسيد، ولما حطيت على كربون رقم 7 اللي هو تشينود 7 أحرف إذا هو تشينو دي أوكسي كوليك أسيد، ولما حطيت على كربون 12 اللي هي دي معناها 12 إذا دي أوكسي كوليك أسيد، تمام؟ بعدين مسكت الـ OH جروب حكيت لها بكفيكي أنت طالعة برا البلان بدي أدخلك جوا، فعملت إيبيمرايزيشن لا الـ 3 بيتا هيدروكسيل جروب، غيرت طريقة ارتباطها وعملت كليفج أو قبل الكليفج عملنا ساتوريشن للدبل بوند، حكينا بدنا نقوي المركب شوي نشيل الدبل بوند ونشبع هاي الكربون ونشبع هاي الكربون ونتخلص من الدبل بوند نهائيا، ونعمل آخر إشي تيرمينيشن أو كليفج من عند الأشياء الهيدروكربون تشين اللي رابطة في الكربون رقم 24 وأحط بدالهم كاربوكسيل جروب، فصار عندي كاربوكسيل تيرمينال، بالتالي أنا هون كم ضفت OH جروب غير اللي حطيتهم على كربون 7 و 12، كمان أنا هون ضفت كاربوكسيل جروب برضو بتزيد من الهيدروفيلك للمركب، لكن هاي مشتركة بينهم الثلاثة، تمام؟ فأنا اللي بقارن على أساسهم 7 و 12، تمام؟ آسف طولت بالسلايد هذا بس لأنه هو أساس المحاضرة. وهون بيحكي لي إنه أنا ممكن أعمل conjugation بالجلايسين أو التورين conjugation، وهون رح يكون موقع الconjugation، تمام؟ إذا أنا بدي أربط البايل أسيد في جلايسين أو تورين، هون موقع الارتباط بالهيدروكسيل جروب، لأنه الهيدروكسيل جروب هي رابطة كثير تعاونية بقدر أشبكها بأي شيء، تمام؟ وهاي إنه الباثويز الدكتور حكى انه مش مطالبين فيها. هاي الكوليسترول اما بعطيك كلاسيكال باثوي او اسيدك باثوي، بالنهايه راح احصل بكل الطرق راح احصل على تشينو دي اوكسي كوليك اسيد وكو اي، تمام؟ والتشينو دي اوكسي حكينا بنضيف الكربون على اي رقم، على كربون رقم 7. هيها شوفوا الساتوريشن كيف صارت، وهنا حاط لي كو اي رابطهم فيها ما بعرف شو هي، وهنا 7 دي هيدروكربوكس كوليسترول وانتهى عندي في كوليكو. صراحة مش مهم، ما دقق عليها كثير الدكتور ومعقدة اصعب من انه احنا نفهمها، اوكي؟ طيب هلا بدنا نحكي عن البايل اسيد والبايل سولت. هلا عندي 2 ار تشينز، ار الار معناها انه اشي راح اضيفه على المركب، انه سايد تشين جديد. شايفين الار هاي؟ حكيت لكم موقع الكونجوجيشن رح يكون في الهيدروكسيل جروب اللي انا ضفتها، هيها اللي ضفتها، هاي كربون رقم 24 هيها، تمام؟ اللي انا شطبت منها الباقيات ال CH2 وال CH3 وال CH3 وحط وعملت لها اوكسيديشن، وهي عملت لها بعدين كاربوكسيليشن، صار عندها هاي المفروض OH، صح؟ اي بايل اسيد رح يكون او اتش بايل اسيد لحاله ساده سك، لا معه كونجوجيشن ولا معه سولت ولا معه انايون ولا هم يحزنون. طيب انا مسكت الار هاي قلت والله ما هي عاجبتني، اذا ضلت اتش زي ما هي او اتش يعني رح يظل اسمه ايش؟ بايل اسيد، هاي نون كونجوجيتد بايل اسيد، لانه احنا اتفقنا الكونجوجيشن بدي اضيف يا تورين يا جلايسين. طيب انا والله قلت لا والله بدي احط انايون، بدي احط ان اي بلس صوديوم او كي بلس، هل رح يضل اسمه نفسه؟ لا والله ما رح يضل، اكيد ما رح يضل اسمي نفسي، انا تغيرت يا جماعه، رح يكون نون كونجوجيتد بايل سولت. استنى الاصفر والله احلى، ليش بايل سولت؟ لاني حطيت انا سولت، حطيت صوديوم او بوتاسيوم، نون كونجوجيتد لان انا لسه ما ضفت لا تورين ولا جلايسين. طيب جيت انا حطيت في الار تشين هاي جلايسين وتورين، على مين ضفتها؟ على البايل اسيد يعني بدون الكي والان، فشو صار اسمها؟ كونجوجيتد بايل اسيد. طب والله انا عجبتني الشغله ومعاي مصاري كثير وبدي البس كل الحواكيش هاي، وحطيت تورين وجلايسين ورجعت حطيت معه يعني واحد منهم تورين او جلايسين، وحطيت مع التورين او الجلايسين صوديوم او بوتاسيوم، يعني انا عملت الثنتين، عملت السالتيفيكيشن وعملت الكونجوجيشن، بالتالي شو راح يصير اسمه؟ كونجوجيتد بايل سولت، كونجوجيتد يعني مع تورين او جلايسين، سولت معناه بوتاسيوم او صوديوم. سو اف ذا ار تشين وير اتش يعني انا خليتها زي ما هي، then it's called non conjugated bile acid نفس ما هو. Whereas if it was an A plus or K plus هنا
it's non conjugated bile acid bile salt عفوا لان حطيت لها anion. If it were glycine or taurine واحد منهم is conjugated bile acid لان حطيت لها صاحب. Otherwise if it were Na plus or K plus salts of glycine or taurine يعني Na plus مع glycine أو Na plus مع taurine أو K plus مع glycine أو K plus مع taurine then it's called conjugated bile salt. أوكي يا أحزائي أحزائي هاي ميكس بين أحبائي وأعزائي. المهم نشوف هلأ بحكي لي هنا شوفوا الملاحظة polar groups. Polar group معناته إذا ضفتها على المركب أنا بزيد البولاريتي بزيد من قابليته إنه يذوب بالمي أكثر ويكون معها روابط اللي هي الـ OH group بالهيدروكسيليشن والـ carboxyl group بالكربوكسيليشن. طيب أنا هون راح أحكي عن الكوليك أسيد. تتذكروا الكوليك أسيد شو حكينا عنه؟ حكينا إنه هو the most polar molecule of the bile acid لأني ضفت له هيدروكسيل group على carbon number 12 على كربون نمبر 7. وهي طبعا التغييرات اللي اخذناهم ان هي عملت تيرمينيشن لهذيك وحطيت او اتش. يي شوفوا هنا يا حرام بس لبسته او اتش فقير. هو مش كونجوجيشن هنا ولا صوت نون كونجوجيتد لانه ما حطيت له تورين او جلايسين وبايل اسيد لاني ما حطيت له لا بوتاسيوم ولا صوديوم. هنا حاط انه كونجوجيشن سايت زي ما حكيت لكم انه الاو اتش جروب هي رابطه جدا تعاونيه وبتعمل روابط مع الكل. لهيك انا اذا بدي اضيف اي شيء على البايل سولت راح اضيفه هون لانه هي عندها استعداد تعمل روابط. وهي التغيير الثاني ان انا دخلت الاو اتش انسايد ذا بلين بطلت بيتا كونفيجريشن وعملت saturation للدبل بوند. وإيش كمان؟ so cholic acid is the most common bile acid. هو أكثر واحد بتصنع الليفر من الكوليسترول. it contains three hydroxyl group. يي ثلاثة وينهم؟ الهيدروكسيل جروب اللي من البيرنت هيها اللي من أبو الكوليسترول ما غيرتها. two hydroxyl group اللي ضفتها على موقع رقم 7 وموقع رقم 12 في عمليات الهيدروكسيليشن وعنده 1 كاربوكسيل جروب على التيرمينال. هاي موجودة فيهم كلهم تمام. وبس هذا بالنسبة للكوليك أسيد. هاي حاطة لي هون الكونجوجيشن سايت يعني أنا إذا بدي أعمل كوليك سولت راح أجيب الأتش هاي وأزيحها وأحط مكانها صوديوم أو بوتاسيوم. طيب بايل سولت أو اسمه صوديوم كوليت. هلأ أنا لما أضيف بوتاسيوم أو صوديوم رح يصير اسمه سولت. إذا ضفتهم على الكوليك أسيد رح يصير اسمه صوديوم كوليت زي ولا إشي زي إنه هو صوديوم كوليت إني أنا ضايفة. شوفوا هاي الكونجوجيشن سايد حطيت عليه صوديوم فصار اسمه صوديوم كوليت لأنه كوليت كوليك أسيد. نون كونجوجيتد بايل سولت ليش هو نون كونجوجيتد؟ لأنه ما أنا ما أضفت لا تورين ولا جلايسين. كل اللي عملته إني حطيت أن إيه بلس أمورة هون عملت لي إياه كسولت تمام. وإحنا حكينا الجسم بصنع البايل سولت عشان يعوض البايل أسيد. البايل أسيد سهل الجسم يتخلص منها من الفيسز بينما البايل سولت كأنها بتعمل لي رابينج أو بتعمل لي تربيط. يعني باجي أنا بمسك البايل أسيد بحط فيه صوديوم إذا حطيت فيه صوديوم هو ما رح يطلع بالفيسز فإني كأني أنا بحشره جوا جسمي عشان ما أتخلص منه تمام. طب هلا شو هي عملية الكونجوجيشن؟ بحكي لي prior to secreting any of the four bile acids قبل ما يصير عندي إيش secreting للبايل أسيد بصير الليفر سيلز يعمل conjugation لهدول البايل أسيد with one of two amino acid منهم اللي حكينا رفقاتنا الجلايسين والتورين. واتفقنا اني قل لي من تصاحب اقول لك من انت حسب انا شو حطيت معاك انا رح اسميك بكيفي خلص انا صاحبك انا بحكمك. وللعلم يا واتين تأثير الصاحب على صاحبه اقوى تأثير خصوصي في الاعمار هاي الطعشات تمام. فلا تحكي لي ما بتأثر في صاحبه ما بعرف ايش. انت بتتأثر وانت مش داري عن حالك ما بتحس حالك وانك ناسخ طباعه ونسخ. كان هو منيح وصالح انا بصير امشي معاه بيشحطني يعني تأثيره اقوى من المغناطيس تمام. فنختار الصحبة الصالحة عشان تنفعنا دنيا واخر ان شاء الله. زي هذا الامور تورين وجلايسين to form a total of 8 possible conjugation bile acids. واو wow.
ثمان احتمالات. منين اجوا الثمان احتمالات؟ انا بحكي لكم، احنا كان عندنا برايمري شو اسمه بايل اسيد، عندنا اثنين صح. هلا كل اثنين ممكن اربطهم في اثنين صح، هيك بصير عندي اثنين في اثنين، اثنين اربعة ستة ثمانية. ما بدي ادخل بالرياضيات، خلي المحاضرة تفهمنا اكثر، بلاش نهبد هسه. المهم فبناء على عملية الكونجوجيشن انا عندي possible 8 conjugation bile acid. هاي الجلايسين وهاي الصيغة العامة إله. الدكتور ما جاب سيرة انكم لازم تحفظوها، لكن انتو احفظوا صورتها، انه الجلايسين شوفوا بس عنده CH2 واحدة، وال تورين اللي بيميز التورين انه عنده اول اشي الاس هاي SO3 وعنده 2 SH2 تمام. هلا لما اعمل conjugated للبايل اسيد are almost always in their deprotonated A- form in the duodenum. هلا انا البايل اسيد ممكن يكون بالفورم البروتونيتد، بروتونيتد يعني متعادل الشحنه، يعني شحنه الصفر، يعني ما عنده لا موجب ولا سالب. لما اعمل له دي بروتونيشن يعني انا اخذت منه شحنه موجبه، يعني هو صار سالب تمام، بصير اسهل عمليه الكونجوجيشن، لانه دائما المركبات المشحونه سواء بالموجبه او السالبه سهل اني اركب واضيف عليها تمام، بتكون مور فليكسبل لعمليه الاضافه. فعمليه الكونجوجيشن لما تصير في الليفر على الاغلب راح تصير مع البايل اسيد وهي بالدي بروتونيتد فورم. طب متى هي بتكون في الدي بروتونيتد فورم؟ لما تكون في الديودينام. الديودينام اللي هو المعيء الاثني عشر، تسمعوا في الاثني عشر هذا جزء من الامعاء، لما يكون البايل سولت موجود هون بيكون في الدي بروتونيتد، فانا بقدر اعمل كونجوجيشن which makes them much more water soluble. oh my god، لما اعملهم كونجوجيشن بصيروا more water soluble which mean able to emulsify fats. احنا حكينا اصلا الجسم ليش بصنع البايل اسيد او البايل سولت، مش عشان يزيد عمليه الابزوربشن الفات. طب انا بحكي لكم الفات لما يدخل على الامعاء بيكون حجمه كثير كثير كبير، يعني يقده تمام. هلا الجسم بده يتعامل معاه، بده يصغر لي اياه. طب انا كيف بصغر لي اياه؟ بجيب هاي البايل اسيد او البايل سولت، وبتتذكروا شو حكيت لكم عنهم، انهم لما اعمل لهم احول الكوليسترول لبايل اسيد انا كاني بعمل له بزيد له البولاريتي وبعطيه خاصية الأمفيباثيك، لأنه أضفت له هيدروكسيليشن وصار عنده جزء بذوب في المي وجزء بذوب في الدهون تمام. بالتالي هو الجزء اللي بذوب في الدهون قادر أنه يربط في جزيء اللبد تمام، قادر أنه يعمل روابط هيدروفوبيك معاها، والجزء الهيدروفيليك رح يربط لي وين؟ في البيئة المحيطة، في الدم والبلازما اللي هم بيعمل معاهم روابط هيدروفيليك، وبهاي الطريقة بيقدر يحوش على اللبد المولكيول او كتله الليبيد اللي بده يعمل لها ايمالسيفيكيشن. ايمالسيفيكيشن يعني كيف يحول لي اياها ل شيء سائل او زي الحليب، هلا بحكي لكم كيف. فبتيجي هاي جزيئات البايل اسيد بتربط في في كتله الدهون، واحده من هون بتاخذ جزء، واحده من هون جزء، ومن واحد ومن واحد ومن واحد ومن واحد، هيك لما يفتتوا لي اياها ويسووا لي اياها جزيئات صغيره تقدر تتخزن في الخلايا والجسم يستعملها. الايمالسيفيكيشن يا احبائي، هلا الفات بالجسم لما يربط فيها بايل سولت او بايل اسيد بتحولها لمركبات مستحلبة زي الحليب، يعني زي المية هيك تمام. هاي بنسميها الإيماسيفيكيشن للفات، إني أنا بفتت الفات وبربطها في بايل أسيد، أو بربطها في البايل أسيد أول إشي بعدين بفتتها. هاي بنسميها الإيماسيفيكيشن للفات، إني أكسرها وأصغر حجمها بحيث الجسم يقدر يتعامل معاها. إذا الملخص عملية الكونجوجيشن إني أربط البايل أسيد في الجلايسين أو التورين، ولما انا يكون عندي احتماليه اربط 2 امينو اسيد ريزيدس في 2 برايمري بايل اسيد او 2 سكندري بايل اسيد، زي ما كمان شوي راح نشوف راح توضح الصوره اكثر، بنسميها كونجوجيشن هاي العمليه، وبيكون عندي احتماليه ظهور 8 أنواع بايل أسيد مختلفة تماماً في التركيب، لكن البريكيرسور تاعها واحد اللي هو الكوليسترول. العملية رح تصير في الديودينام، ليش؟ لأنه بيكون البايل أسيد في الدي بروتونيتد فورم، يعني مشحون water soluble تمام. فهون بتكون أفضل حالات إني أعمل لهم conjugation. لما أعمل له conjugation أنا كمان بزيد water solubility، بالتالي بيكون قادر إني أعمل emulsification للفات اللي جوا الجسم. طيب هاي البايل أسيد،
كيف بدي اعمل كونجوجيشن؟ حكينا هاي الكونجوجيشن سايت، انه هون راح اضيف على الكاربوكسيل جروب تيرمينال، طبعا هذا الكوليك اسيد اللي دلني انه هنا هاي عندي او اتش وهي عندي او اتش على كاربون نمبر 7 وعلى كاربون نمبر 12. تمام، جيت انا ضفت واحد من اثنين، يعني ما عندي الا يا جلايسين يا تورين. والجلايسين حكينا اللي بيميزه عن التورين انه عنده بس سي اتش 2 وحده، وهذا عنده سي اتش 2 ثنتين وسي او 3. تمام، جيت ضفت هذا ايش، هذا التورين، هذا ايش، هذا لا هذا التورين اللي تحت وهذا الجلايسين اللي فوق. فانا حكيت انه انا صاحبك بدي اسميك على اسمي، اذا ضفت جلايسين شو بصير اسمه؟ جلايكوكوليك اسيد، جلايكوكوليك اسيد، جلايكوكوليك اسيد معناته انا كوليك اسيد عملت له كونجوجيشن في جلايسين ريزيدس. توريكوليك اسيد، كوليك اسيد عملت له كونجوجيشن في تورين ريزيدس. سنابل كوليك اسيد معناته كوليك اسيد عملت له كونجوجيشن في سنابل. تمام تمام، لا اكيد انا ما راح اروح اصاحب باي الاسيد، يعني قلة صحبه في العالم. المهم، فهلا انا نحكي عن الجزئيه الثانيه اللي هي بايل سولت. حكينا البايل سولت انا شو بعمل في البايل اسيد، بضيف عليه انايون، انايون يعني يا صوديوم يا بوتاسيوم. طيب برضو على نفس الموقع، نعم 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 على نفس الموقع، ولما احكي هنا كونجوجيتد يعني عنده يا تورين يا جلايسين، ولما احكي سولت يعني عنده يا صوديوم يا بوتاسيوم، يعني انا هون عملت الشغلتين. وهنا زي ما احنا شايفين برضو كوليك اسيد هي او اتش او اتش، لما اضيف الجلايسين او تورين بحط انه جلايكو معناها فيها جلايسين او تورو معناها فيها تورين. لما احكي ايت معناته هي سولت، يعني كوليت دي اوكسي كارب تشاينو دي اوكسي كوليت، لما احكيها 8 هاي معناها اني ضفت السولت. فهون انا ضايف الثنتين، بالبدايه راح احط اسم السولت اللي انا ضفته الانايون صوديوم او بوتاسيوم، والكونجوجيت الريزيدس اللي عملت لهم فيها كونجوجيشن، وهون انا عملت في الجلايسين، هاي تركيبه الجلايسين وهي تركيبه التورين. تمام، 8 معناها انا ضايفه سولت. فصوديوم جلايكوكوليت انا جايبه كوليك اسيد عملت له كونجوجيشن في جلايسين ريزيدس وصوديوم انايون، وهون راح يكون اسمه صوديوم توروي كوليت، تورو كوليت. تمام تمام. طيب هلا بدنا ندخل في اشي اسمه البايوسينثيسيس. حكينا البايوسينثيسيس هي العمليه اللي بتصنع فيها الليفر البايل اسيد. بايوسينثيسيس هي اصلا مجموعه عمليات كلها اللي بتصير في الليفر، وراح تاخذوها بالفارما انه في ادويه بتدخل الجسم بعملها موديفيكيشن معينه، بعملها بايوسينثيسيس بحيث بتكون هي ان اكتيف، انا بعملها اكتيفيشن. تمام، المهم بايوسينثيسيس اوف بايل اسيد في الانتيرو هيباتيك سيركيوليشن، انا جبت لكم صوره مش مطالبين فيها هي، بس انه عشان اورجيكم شو يعني انتيرو هيباتيك circulation ومحلها هيها. ما هذا؟ إنه الليفر، الليفر الخلايا تبعاته بنسميهم hepatic cells. في عندي vein. أوكي شو صار؟ بسم الله. مش عارف شو صار، هو شكله الجهاز لعب معنا غماية. المهم الليفر الكبد بيجي اكيد بده يجي فين، بده يجي فين وارتري، بده يتزود بالدم صح. الفين اللي بيروح اللي على الليفر مين اللي اسمه بورتال فين، هيباتيك بورتال فين، هاي الكابيلاري بد اللي هي الشعيرات. المهم هاي انا اكلت دهون. طيب هلا الليفر شو قاعد بيصنع لي؟ بايل اسيد والبايل سولت صح صح، وين بخزنهم؟ في الجول بلادر. كيف بوديهم على الجول بلادر؟ عن طريق دكت، قناه اسمها الكومن هيباتيك دكت. كومن هيباتيك دكت هي خاصه بالليفر، بتربط الليفر مع الديودينم ومع الجول بلادر. الديودينم اللي هو جزء من الامعاء اللي هو المعي الاثني عشر. هلا عندنا احنا ديودينم وإيليوم ونسيت الثالثة. المهم فهاي الدكت رح توديه البايل أسيد اللي بصنعه الليفر على الجول بلادر عن طريق الدكت. هاي الجول بلادر بتخزن إلى البايل كل ما احتاجته، بتيجي هاي كمان عندها سيستيك دكت، سيستيك دكت بتصب في الكومون بايل دكت. كومون بايل دكت هي مشتركة
هي عبارة عن تجمع الكومن هيباتيك داكت تاعت الليفر والسيستيك داكت، ما لكم دخل في هاي التفاصيل، المهم راح تصب كلها في الديودينام. ليش؟ عشان الديودينام هي الأمعاء، هنا بتم عملية امتصاص الدهون. أنا ما راح أقدر أمتص الدهون وهي بالشكل الفظيع اللي بتجيني فيه، تمام؟ فبوديها البايل سولت عشان يعملها emulsification ويروح على الإيليوم، تمام؟ والبايل أسد حكينا 5% منهم excreted in the feces، والبايل سولت حكينا برضو بصير لهم excretion للفيسز. هلا هاي الدهون بعد ما صار لها emulsification بترجع بتدخل على الكابيلر لأنها صارت صغيرة، وبتدخل من ال hepatic portal vein اللي بده يروح على الليفر، وبودي لها الدهون هاي، بودي لها الكوليسترول بعد ما صار. هلا أنا دخل عندي فات كبير بدي أكسره، بدي أطول الكوليسترول، بدي أطول الترايجليسيرول عشان الليفر تستخدمه في عملية صنع ال البايل أسد مرة ثانية. مشان هيك اسمها انتيرو هيباتيك سيركوليشن، لأنها بتمشي بتطلع من الليفر بتدور بتلف وبترجع برضو على الليفر، تمام؟ تمام. كمان هلا بدي أورجيكم كيف عملية الإيموسيفيكيشن، إن شاء الله ما يدقر الجهاز مرة ثانية على الإيموسيفيكيشن. أوكي مش جايب لها صورة، معناته صورتها بالمحاضرة. طيب فكنا نحكي إنه البايل أسيد سينثيسز أوكرز إن ذا ليفر سيل في الهيباتوسايت زي ما اتفقنا، which synthesize primary bile acid، معناته أنا أول إشي لما أجيب الكوليسترول وأعمل له biosynthesis في الهيباتوسايت راح يطلع عندي إشي اسمه primary bile acid in the human from cholesterol، هو البيرنت هو البريكيرتور اللي أنا ببلش منه لبرايمري بايل أسد. إذا العمليات الموديفيكيشن على الكوليسترول أو البايوسينثيسز راح تطلع لبرايمري بايل أسد. طيب هاي البايل أسد أول ما تصنعها الليفر وين بتروح فيها؟ بتوديها على الجول بلادر، بتخزن لي إياها، بعدين بتبلش تدور هاي البايل أسد، بتمشي من الجول بلادر في سايكل بين الليفر والإنتستين والجول بلادر بين الأمعاء للليفر اللي بيحتاج بياخد في الانتيرو هيباتيك سيركوليشن. So cyclic between the intestine and liver via the intero hepatic circulation اللي هي دورة بين الليفر والانتستين بتشاركوا فيها البايل أسد. خلص انت خلصتي عملية الهضم الدهون، رجعي لي البايل أسد اللي زايد عندك. أنا الانتستين تحكي للليفر والله أنا هيني كمان أكلت دهون، هاتي لي البايل أسد اللي عندك، وهكذا، تمام؟ When these bile acids are secreted into the lumen of the intestine، اللومن اللي هي الجدار الداخلي للأمعاء بنسميه لومن اللب، تمام؟ لما هاي البايل أسد بتروح من الليفر بتدخل على اللومن تاع الانتستين، في عندي في الانتستين بكتيريا اللي هي بكتيريا طبيعية بالجسم بالساكنة بالأمعاء، بتعمل لي بتساعد في عملية الامتصاص. شو بتعمل هاي البكتيريا؟ بتعمل partial dehydroxylation، يعني جزء من عملية dehydroxylation تعمله على primary bile acid بتحول لي إياه secondary bile acid. إذا secondary bile acid are formed from primary bile acid، وين بتصير؟ في lumen of the intestine. مين المسؤول عنها؟ البكتيريا. شو اللي بصير فيه؟ dehydroxylation، يعني باخد منها hydroxyl group، تمام؟ هلأ الكوليك أسد لما أعمله hydroxylation دي hydroxylation دي معناها ناقص hydroxyl OH، أنا أخذت من الكوليك أسد OH، شو صار اسمه؟ deoxycholic acid، deoxycholic acid أخذت منه أكسجين and chino deoxycholic acid. هلأ أنا مش عندي two primary bile acid صنعتهم من الكوليسترول، اتفقنا إنهم اسمهم كوليك أسد وتشينو دي أوكسي كوليك أسد، والكوليك أسد عنده أو أتش جروب على 7 و12 والتشينو دي أوكسي على كاربون رقم 7، تمام؟ هلأ أنا مسكت الكوليك أسد وحطيته في الانتستين لومن، أجت البكتيريا الهاي عملت له دي هايدروكسيليشن حولت لي إياه لسكندري بايل أسد اسمه دي أوكسي كوليك أسد. طيب التشينو دي أوكسي كوليك أسد شو صار اسمه؟ صار اسمه ليثو كوليك أسد، ليثو كوليك أسد من التشينو دي أوكسي كوليك أسد، تمام؟ فهذول تو secondary bile acid. هلأ all these bile acids can be taken back into the blood stream، يعني هاي البايل أسد بعد ما عملت شغلها بقدر 95% أرجعهم لمحل مكانه. أرجعهم محل مكانه بالليفر، تمام؟ and be resecreted in a process known entero hepatic circulation،
يعني هلا انا طلعت البايل اسيد ماشي، وراح على اللومن في الانتستين وعمل شغله وهضم الدهون وكل شيء وخلص تمام. هلا كل اللي صنعته 95% منهم بيرجعوا على الليفر عن طريق اللي حكيناها اللي هي الانتيرو هيباتيك سيركيوليشن. طب ال 5% وين بيروح وين بتروح؟ بيصير لها اكسكريشن في الفيسز، الجسم بتخلص منها. اذا البايل اسيد بقدر ارجعهم على الليفر عن طريق الانتيرو هيباتيك سيركيوليشن، وال 5% اللي بتضلها بعملها اكسكريشن في الفيسز. تمام تمام. هاي البرايمري الكوليك اسيد عنده 3 هيدروكسيل جروب، وهاي التشينو دي اوكسي كوليك اسيد عنده 2 هيدروكسيل جروب، واحده على رقم 3 وواحده وين على رقم 7. احسنتم. اجت البكتيريا اللي جوا الجت، جت معناها الانتستين. تمام، عملت لها دي هيدروكسيليشن على كربون رقم ايش؟ 7. طيب تتذكروا هون وين راحت؟ يا رب نوصل بسرعة. هون حطينا في على الكوليسترول على الكربون رقم 7 هيدروكسيل جروب، سميناها دي أوكسيكوليك أسيد. طب هون ليش ما جبنا سيرة الدي أوكسيكوليك أسيد وعملنا له وحولناه لسكندري شو اسمه؟ سكندري بايل أسيد، لأنه هاي البكتيريا بس بتعمل دي هيدروكسيليشن على كربون رقم 7. مين البرايمري أو مين البايل أسيد اللي عندهم هيدروكسيل جروب على كربون رقم 7؟ اللي هم الكوليك أسيد لأنه عنده 2 هيدروكسيل جروب على 7 و 12، وتشينو دي أوكسيكوليك أسيد لأنه عنده هيدروكسيل جروب على كربون رقم 7، فهي رح تيجي تشيل لي هاي وتشيل لي هاي وتسميهم سكندري بايل أسيد. تمام، هاي العملية بتصير في الجت عن طريق هاي البكتيريا. فهاي دي أوكسيكوليك أسيد سكندري بايل أسيد، وهذا الليثيوليك أسيد اللي هو كان أول إشي تشينو دي أوكسيكوليك أسيد عملت له دي هيدروكسيليشن بالبكتيريا. تمام. طيب هلا ما نعرف من وين إجوني الثمانية. أنا لما حكيت من عملية الكونجوجيشن بقدر ينتج عندي 8 احتمالات للبايل أسيد. من وين طلعوا؟ هاي أنا عندي الأب الكبير تبعهم الكوليسترول. تمام، الكوليسترول دخلته على الليفر، عملت له بايوسينثيسز، حولته لبايل أسيد، لكوليك أسيد برايمري الأول اللي عليه 2 هيدروكسيل جروب ضفت له، والتشينو دي أوكسي كوليك أسيد اللي ضفت له كاربوكسيل جروب على كاربون نمبر 7. صح صح، هذول اسمهم برايمري. طب أنا مسكت البرايمري وعملت لهم اول اشي كونجوجيشن اما بالجلايسين او التورين، فشو طلع عندي؟ جلايكوكوليك اسيد والتورو كوليك اسيد. تمام، احنا حكينا الايت كونجوجيتد بايل اسيد. انا ما رح اجيب سيره البايل سولت، هنا بدي اعمل بس كونجوجيشن اما تورين او جلايسين. فاول احتماليه اني امسك التو برايمري بايل اسيد واضيف لهم جلايسين او تورين، فبطلع عندي جلايكوكوليك اسيد تورغوليك أسيد، هاي أربعة، هاي اثنين، تشينو دي أوكسيكوليك أسيد، هاي غلايكو تشينو دي أوكسيكوليك أسيد، تورو تشينو دي أوكسيكوليك أسيد، هاي طلع عندي أربعة conjugated by أسيد. طب هلا هذول لما راحوا على اللومن أوف انتستين إجت البكتيريا عملت لهم partially 7 dehydroxylation وشالت الهيدروكسيل جروب، طلع عندي secondary by أسيد دي أوكسيكوليك أسيد. تمام، والليثيوكوليك أسيد. تمام، هلا الليثيوكوليك اسيد برضه بقدر ارجع اضيف له جلايسين وبقدر اضيف له تورين، بالتالي بيطلع عندي جلايكو ليثيوكوليك اسيد وتورو ليثيوكوليك اسيد، هاي صار عندي 6 كونجوجيتد بايل اسيد. الديوكسيكوليك اسيد نفس الشيء، بقدر اضيف له جلايسين او تورين بصير اسمه جلايكو ديوكسيكوليك اسيد تورو ديوكسيكوليك اسيد، وهيك صار عندي 8 كونجوجيتد بايل اسيد ممكن الاقيها. طيب هلا شو الفانكشن للبايل سولت والبايل اسيد؟ يعني انا شو بدي فيهم؟ هاي الايموسيفيكيشن هي. تمام، هلا the main function of bile acid is to act as powerful detergent او emulsification agent. وظيفتهم الاساسيه بتفرزهم الليفر عشان تعمل لي emulsification او تفتيت او تحويل الدهون لمواد قابله للامتصاص الجسم يستفيد منها. وين بصير هذا الاشي؟ في الانتستين to aid digestion and absorption of fatty acid. لولا وجود الفات أسد والفات سولت، القصد البايل أسد والبايل سولت، كان الفاتي أسد زي ما أخذتها بطلعها، لا بصير لها لا digestion ولا absorption. تمام، بتعمل لي
digestion absorption للفاتي أسيد، للمونو أسايل جليسيروز، للفات سوليبل فيتامينز، للفاتي برودكت. كل الفاتي برودكت اللي أخذناهم في أول محاضرة اللي بد حكيناهم تقدر تعملهم emulsification وتساعد على عملية digestion والabsorption. كيف بتتم هاي العملية؟ إحنا حكينا هي amphipathic molecules، يعني عندها جزئية lipid soluble وجزئية hydrophilic water soluble. تعمل conjugated bile salts sit at the lipid water interface to form micelles and can solubilize lipid. شو يعني هذا الحكي؟ إحنا حكينا البايل سولت هم عبارة عن أمفيباثيك موليكيول، يعني بيقدروا يربطوا في الليبد لأنهم عندهم جزئية هيدروفيليك، وبيقدروا يعملوا روابط مع البيئة البلازما والدم لأنهم عندهم جزئية هيدروفيليك. شو بتيجي تعمل البايل سولت هاي؟ بتقعد على الليبد وبتربط الجزء هاي الجزء الهيدروفيليك سايت، تربطه وين؟ في الليفر، في الفات جلوبيول، والهيدروفيليك سايت رح تخليه لجهة الدم. طب أنا جبت بايل سولت وشبكتها هنا واحدة وهنا واحدة وهنا واحدة وهنا واحدة وهنا واحدة وهنا واحدة، كل واحدة بتأخذ جزئية. شوفوا هاي بنسميها emulsified droplet، هاي الجزئية بتقدر تتحرك في الدم، وبقدر الفين يوديها على الخلايا، يوديها على الليفر، يوديها على الأماكن اللي بصير استورج للفات، هذا الجسم بيستفيد منها. هاي بنسميها emulsified droplet. كمان لسه هذول الثلاثة، كل ثلاثة بيرجعوا بأخذوا جزئية وبيعملوا emulsified droplet ثانية، emulsified droplet ثالثة، تمام؟ فهاي بنسميها عمليات الإيمالسيفيكيشن. هاي الجزئية بنسميها المايسل، تمام؟ والعملية زي كأني بعمل سوليبلايزيشن للليبل. شو يعني سوليبلايزيشن؟ يعني خليت الفات ذائبة في الدم. كيف أنا خليتها؟ أني ضفت لها جزيء هيدروفيليك. مين هو؟ اللي هي الكونجوجيتد بايل سولت. So as amphipathic molecule، لأنه عندها خاصية الامفيباثيك الامفيباثيك هاي الconjugated bile salt، تقدر تعمل روابط مع الليبد والبيئة المحيطة، بتكون المايسل زي ما شفنا تحت. المايسلز هاي كأني عملت أنا solubilization للليبد وخليتها ذائبة في الماء. هلأ البايل أسيد containing micelles aid lipase to digest lipid. هاي المايسلز تقدر لما تروح على الأديبوس تيشو، بتتذكروا حكينا عن إنزيم اسمه لايبيزز، بتكسر للدهون وتأخذ الترايغليسرايد بتخزنها في الأديبوس تيشو. هاي نفس الإشي، إذا ضلت الجزئية زي هاي ما رح تقدر تروح على البايل أسد وتعملها، ما رح تروح تقدر على الأديبوس تيشو واللايبيز يشتغل عليها. اللايبيز ما بيشتغل إلا على المايسلز، على هذول، تمام؟ فبيحكي لي إنه البايل أسد containing micelles، هاي البايل أسد هاي، والجزئية الدهون الصغيرة هاي اللي اسمها micelles aid lipases to digest lipids، يعني بتساعد اللايبيزز، بتحكي له تعال هاي جبت لك الليبيد جاهزه بالطريقه المحترمه اللي انت بتحبها، اهضم لي اياها، تمام. طب الفانكشن الثانيه غير انه بتعمل لي degradation digestion absorption، بتعمل prevention precipitation للكوليسترول في البايل. هلا مين حكينا الموست بولر، الكوليسترول ولا البايل اسيد؟ طبعا البايل اسيد. هلا الكوليسترول اذا ضل كوليسترول بدون ما اعمل له تحويل للبايل اسيد او البايل سولت، راح يتراكم في البايل اللي هي العصاره تاعت الليفر، ويعمل لي الكوليليثياسيس اللي هي حصوه المراره، او ممكن يترسب في الليبد ويعمل لي في الليفر عفوا، يعمل لي حصوه في الكبد، تمام. هاي الاهميه الثانيه، انها لما تعمل بتمنع لي انه الكوليسترول يترسب في العصارة. ثالث وظيفة انه this is the major pathway of removal cholesterol from the body. بتذكروا احنا في المحاضرة الماضية حكينا انه الكوليسترول الليفر تستخدمه عشان يعمل لي البايل سولت والبايل اسيد، تمام. الجسم ما بقدر يتخلص من الكوليسترول هو زي ما هو كوليسترول، يعني ما برح تلاقي في عينة الفيسز او اليورين كوليسترول، صعب انه يصير له اكسكريشن. فشو بتعمل الليفر عشان تتخلص من هذا الكوليسترول؟ بتروح بتحول لي اياه لبايل سولت. هلا احنا حكينا انه 5% من البايل اسيد lost in the feces، يعني انا لو عملت مثلا تحليل لعينه براز ممكن الاقي فيها بايل اسيد، لازم الاقي فيها بايل اسيد مشان انه الجسم بتخلص منه، لكن مستحيل الاقي فيها كوليسترول لحاله. فانا الكوليسترول ممنوع يضل في جسمي، صح؟ ولازم اتخلص منه مشان ما يعمل لي مشاكل واثيروسكليروسز والى اخره. إما بحاوله لبايل أسيد وبايل سولت وفيتامينز والأشياء الثانية اللي الكوليسترول بصنعهم منه، وخمسة بالمية منهم بحولهم لبايل أسيد وبحكي لهم باي باي بالفيسز. الوظيفة الرابعة إنه البايل أسيد act as signaling molecules. شو يعني signaling molecules؟ يعني إلها receptor
تشتغل عليها. هاي جبت لكم كمان صورة، وإن شاء الله ما يدقر الجهاز. لا هاي شايفين هاي الريسبتورز، هاي الريسبتورز إلها سيجنالينج. السيجنالينج تاعونها هي عبارة عن conjugated bile acids، بتيجي بترتبط هنا بتفعل لي كاسبيسز، بتزيد لي البروليفيريشن لأشياء معينة، الميجريشن، وأهم إشي إنها بتعمل لي انهبت للأبوبتوسس. هذا كمان رح نتعرف عليها هاي الإشي. تمام. طيب so they have an influence of the metabolism, lipids and glucose. يعني هذول البايل أسد بيشتغلوا كسيجنالينج موليكيولز عشان يحفزوا لي الميتابوليزم اللي في الجسم اللي خاصة في الليبيدات والجلوكوز. تمام. هلا بحكي لي البايل أسد has an inhibitory effect upon apoptosis. ما هو الأبوبتوسس؟ الأبوبتوسس يا أحبائي هو موت الخلية المبرمج، programmed cell death. الخلية بتستنتج إنه أنا خلاص بدي أموت، انتهى عمري، أو تكتشف إنها إذا ظلت عايشة، مثلاً إذا كانت خلية سرطانية لا سمح الله، إنها لا، وإذا ظلت راح تخرب للجسم، فبتقول لا أنا لازم أموت، فبتعمل عندنا الأبوبتوسس، وراح تأخذه إن شاء الله بالباثو سنة ثانية. نفرض إن الخلية قررت تموت، لكن هي خطأ تموت، يعني هي فكرت حالها لازم تموت لكنها لا لسه بدها لازم تعيش. مين اللي بمنع عملية الأبوبتوسس؟ البايل أسد. مش بس البايل أسد، في أشياء ثانية يعني بتمنعها، لكن البايل أسد عندها inhibitory effect. inhibitory يعني تثبيط، بتثبط إلي عملية الأبوبتوسس، تمنع الخلية تموت. and is being studied to potential beneficial effects in a human number of diseases such as Alzheimer. فالبايل أسد لأنها بتمنع إلي عملية الأبوبتوسس وموت الخلايا، فهم استغلوا هاي الخاصية فيها واستخدموها كعلاجات فعالة في عملية الالزهايمر ديزيز. الالزهايمر بيكون خلايا المخ قاعدة بتموت، تمام، تتحلل، تتفكك، بتخرب، يعني كثير أشياء قاعدة بتصير، فهم استخدموها لعلاج كثير أمراض منهم الالزهايمر ديزيز. طيب هذا الكلينيكال سيجنيفيكانس للبايل سولت، ايش الاهميه الطبيه للبايل سولت في حالات الهايبرليبيديميا؟ احنا حكينا الهايبرليبيديميا هايبر ارتفاع ليبيد اللي هي الدهون، ايميا في الدم، اذا ارتفاع الدهون في الدم. واحنا حكينا مين الدهون اللي بترتفع في الدم وبتعمل لي الاثيروسكليروسس اللي هم الكوليسترول. طب احنا حكينا انه الجسم ما بيقدر يعمل لي اكسكريشن للكوليسترول الا عن طريق ايش؟ انه يحول لي اياه لبايل سولت ويعمل له اكسكريشن في الفيسز. معناته انا لولا البايل سولت والبايل اسيد الجسم راح ما راح يقدر يتخلص في من الكوليسترول، وراح يصير عندي هايبرليبيديميا. سو از بايل سولت او بايل اسيدز ار ميد فروم اندوجينس كوليسترول، لانه البريكيرسور تاعها والبيرنت الإشي اللي بصنع منه البايل أسد هو الكوليسترول. disruption of the enterohepatic circulation of bile acid will lower cholesterol. يعني أي خربطة في عملية في دورة الenterohepatic circulation اللي هي تاعت البايل أسد من الليبر للإنتستن رح يعمل لي lowering للكوليسترول، رح يقلل لي الكوليسترول في الجسم. البايل أسد سيكوسترانس يعني كيف نحكي، محجوز، أحصره، أخليه، ما أخليه يطلع. هلأ إذا صار عندي بايند للبايل أسد في الجات، تمام، preventing reabsorption. In so doing, more endogenous cholesterol is shortened into the production of bile acid therapy, lowering cholesterol level. The sequence of bile acid are then excreted in the feces. شو اللي بصير؟ بتيجي هاي البايل أسد ما احنا حكينا بتتحول لكوليسترول، فأنا كل ما حولت البايل أسد بصير له هسا سيكوسترانت. يعني كسيكوسترانت يعني بنحصر جوا الجت، يعني البايل أسد بطل يطلع على الليفر، فالليفر رح تأخذ إشارة إنه إيش، أنا خلص البايل أسد من عندي، رح لازم أصنع إيش، بايل أسد جديد. طب هي من وين تتصنعه؟ من الكوليسترول، يعني رح تروح تجمع الكوليسترول اللي في الجسم وتكون لي بايل أسد جديد، بالتالي رح تعمل إيش، lowering للكوليسترول ليفل. البايل أسد اللي صار له سيكوسترانت في المعدة رح يصير له سيكريشن في الفيسز. إذا
الملخص، انا حاسه اني عجقتكم شوي. هايبرليبيديميا يعني الليبيد ارتفعت في الدم، يعني انا مثلا صار عندي مشكله معينه، الاتش ال دي بطل، هو اللي كان مسؤول ان عامل النظافه يتخلص لي منه، بطل قادر انه يتخلص منه، او صار عندي مشكله فيه، المهم ارتفعت عندي الليبيد في الدم، فبيجي البايل اسيد بيشتغل. تمام، هلا البايل اسيد من ايش بتصنع؟ من الاندوجينيوس كوليسترول، من الكوليسترول بيصنع الجسم. تمام، بتحول لي اياه الليفر لبايل اسيد. اوكي، اذا صار عندي اي خربطه في عمليه الانتيرو هيباتيك سيركيليشن اللي هي عمليه انتقال البايل اسيد من الليفر للانتستين، راح هذا الشيء يؤدي لانخفاض الكوليسترول في الدم. كيف بصير عندي شيء اسمه بايل اسيد سيكويسترنس؟ تيجي الجت او الانتستين تحكي للبايل اسيد انا اخذتك من الليفر، هلا المفروض 95 منه يرجع على الليفر صح، وتعمل له اما تحوله لاشياء ثانيه او ترجع تعمل له سكريشن لما تحتاجه او تخزنه في الجول بلادر مش مهم. فهلا بتحكي انا خلص بدي احشرك عندي، ما بدي اطلعك على الليفر. الليفر لما تحس انه بطل يجيها بايل اسيد او بايل سولت من الانتستين، بتفكر حالها انه خلص المخزون اللي عندها، فشو بتروح بتصنع غيره؟ كيف بتصنع غيره؟ بتروح بتجيب كل الكوليسترول اللي عندها وبتحول لي اياه لبايل اسيد. طب انا حولته لبايل اسيد معناته راح يصير له سكريشن، معناته انا خفضت الكوليسترول اللي في الجسم صح؟ So more endogenous cholesterol is shunted to be into the production of bile acid. الكوليسترول اللي بتصنعه الليفر رح تحول لي إياه لبايل أسيد. طيب هاي الطريقة بتستخدمها الليفر عشان تقلل لي الكوليسترول ليفل. طب شو اللي صار في البايل أسيد اللي حصرته في المعدة؟ خلص بطلع لي في الفيسز. تمام تمام. هلا ثاني مشكلة اسمها الكوليستاسيس. Stasis كلي من الكلمة bile. So structural and functional abnormality of the biliary system result in increase of bile acid in the blood. بصير عند bile acid are related the itching. هنا bile acid رح يصير في عندي مشكلة في الاكسكريشن تاعه، في التخلص منه رح ينحصر عندي في الجسم، ورح يصير له ركود يعني خلص بلزق في جسمي، للأسف بصير يطلع على الدم، ممكن يعمل لي مش ناسي المصطلح بس انه ممكن يطلع على الدم. هذا الاشي رح يعمل عندي زيادة البايل أسيد في البلد، رح يظل لازق في الجسم، فممكن يؤدي لي للحكة. تمام، يعني انه وجود البايل اسيد في الدم ممكن يعمل عندي حكه. طب كولون كانسر اللهم عافنا واعفو عنا اللي هو سرطان القولون، اذا صار عندي هاي كونسنتريشن للبايل اسيد، تراكمت عندي البايل اسيد، اكيد هي اشياء توكسيك، اي شيء بيزيد عن حده بينقلب ضده، فاذا زاد عندي البايل اسيد في الجسم رح يعمل عندي توكسيستي تسمم. وجودهم ريليفنت تو كولون كانسر، يعني اغلب الاشخاص اللي عندهم كولون كانسر لما عملوا تحاليل لقوا عندهم بايل اسيد متراكم عندهم جسمهم بكميات كبيره. الجول ستونز اللي هي حصوه المراره، احنا حكينا انه البايل اسيد بتمنع انه الكوليسترول يصير له بريسيبيتيشن في البايل صح؟ طب انا اذا صار عندي بطل عندي بايل اسيد، الكوليسترول وين يروح؟ بده يترسب. سو لوور كونسنتريشن للبايل اسيدز او الفوسفوليبيد. ليش الفوسفوليبيد؟ لانه الفوسفوليبيد برضه هي مكونات امفيباثيك تمنع انه الكوليسترول يصير له بريسيبيتيشن. اذا صار يعني هذول الاثنتين مسؤولات انه الكوليسترول يكون مور سوليبل يعني ذائب. طب انا هسه قل عندي هذا الاشي وقل عندي هذا الاشي، الكوليسترول وين يروح؟ بتقل السوليبيليتي تاعته، فبصير له مايكرو كريستال فورميشن، بصير زي الكريستالات صغيره تتكون جوا الجول بلادر، فبتعمل لي الحصوه. سو كيف بيعالجوها هاي الاشي؟ بعطوه تشينو دي اوكسيكوليك اسيد. تتذكروا لما حكينا تشوني دي اوكسيكوليك اسيد هو امفيباثيك ومور هيدروفيلك ذان الكوليسترول، لاني انا عملت له هيدروكسيليشن، فانا بدي اعطي المريض اشي يزيد لي ذائبيه الكوليسترول، زي مثلا تشوني دي اوكسيكوليك اسيد اورالي. اورال يعني حبوب بالثم باخذوها. تمام، هاز بين يوز تو ديزولف كوليسترول جولستون، يعني انا ما بروح بفتت الحصو جوا المراره، بحاول اني اخليها تتفتت لحالها، بعطي المريض تشوني دي اوكسيكوليك اسيد عن طريق حبوب مشان تزيد السوليبيليتي تاعت الكوليسترول اتخلص منه. تمام، هلا ندخل في الجزئية الثانية اللي هي الستيرويد هرمون. دقيقة اشوف كم صار وقت المحاضرة، ساعة خلص بكفيكم. هلا راح اشرح لكم السبع ضايل تقريبا سبع سلايدات وموضوع جديد راح اشرح لكم اياه في محاضرة جديدة ان شاء الله.